اكو واحد خير طق العوز وبصف بدلاله. فكتبنا عليه موضوع انا وسنين ولد من جماعتنا من القرية. انا قلت انهدم حالك انت ظلنا اقوى من ثقل الجبال، وبعد ما فيك الدنيا هوي عيش الجهال. بيت بس دلال عد وبسطت بيها دلال لعامل يهدم نصحيل، اللي عامل على دلالي احس بيه ويذيل. يقل لي دلالة قديمة ليشتريها بلا عقيل. قلت لما نيت ابيع عن بجهال بلاك المجبور في الدلات. من تجادلنا وحشينا شفت شخصية دنانة الطان اسمه واسمه لو حتى دلان بمكانه. قال هاك فلوس خذهن خلي دلاتك امانة عدوم تفرج مرصاص. خذ دلال وودعته ومرت ايام وليالي. قلت له رب ارجوك فرج فرجة دولا كثر مالي. رجعت للنجم دينا وجبت من عدة دلال ومتونس رديت دلال. هذا انا مدمر على السوق وشاف حاله. قال والله غلطان اللي يفكر هاي دنيا تدوم له فيها. شفت اليوم حاله وحاله شبه المعضله. القليد لا لا قديمه ذاك العيارة. القليد لا لا قديمة انبسط بصابتها لو يقل لي المركب مربيد. قلت له مو فهمتك انا ورجيتك يا ولد. يقل لي ما ظنت يا عم الدنيا هيج علي ترد تطب صوب الجهالي. وهسكات لها البرد من نار قضيب مدفيه. حشمت وين النشام اليوم خنعين الرجل. الدنيا دارت بيها قلكم عيب وبنصنا يذل. الحالة مرت بيا قبل العوز كات النكتل ونهد حيلة. قبا 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 ونهد حيلة رازل بالعوز نهد حيلة رازل بالعوز. انتهمت بشتلة وانا لأبد ما رام وللي يمشي بمرام وصرت. انتهمت بشتلة وانا لأبد ما رام وللي يمشي بمرام وصرت. ثق مريت يوم جفاك مر ام على ابنها وشافته بالنعش هي. بكلام يوادنا الطيبة تمساك وتقول بخير اللي تودك. باكر من تمس ربعك تمساك اذا نصون الربع من كل ذيه. قسمت الحجي على اثنين ما صار يا سامعني سمعه وبالعجل حفظه. اكو بيهم يحط بجيبه من نحكي عشان حضور، واكو بيهم خسيس وباطل يربضه، واكو بيهم يا سامع غيرت تتناغيه لو زلوا يا صاحب غيرت تتكضه. حكي ويا الشريف يفض ولو لحظات وبحيدر بس وي النذر شي خلصه شي فضه. عرض الصاحب احتسب انت عرضك هاب ولي يخون بصديقه خاين وبعرض. عرس انت عرضك هذا عرض الصاحب احتسب انت عرضك هذا ولي خونه بصديقه خاين وبعرض.
يا الدنيا مرعد بشلاي مرداي وحس نومر نشامت يمر البلا مربع اصبحت من شلح مرداي وصلوا للراق ذبوا صوت بيه يا ابن ادم فاهم الصحبة غلط الصحبة مو مالت نفاحة وكشمرة راح اسولف على الصاحب شي بسيط بس اريد انا الحليم يفسره اولا خلي صديقك احترام وكن مني قدرك انت تقدره ولو كليت بزاد بالك لا تخون الملح خير واللي يخونه يعثره ولو كليت بزاد بالك لا تخون الملح خير واللي يخونه يعثره او ثانيا الواجب مثل فرض الصلاه تصون عشرتكم وبد ما تنكر او ثانيا الواجب مثل فرض الصلاه تصون عشرتكم وبد ما تنكر انت رافق لك مبهدل بس شريف ولا ترافق شغل ولا ترافق نبي الحلو بمظهره انت رافق لك مبهدل مبهدل بس شريف ولا ترافق نبي الحلو بمظهره أدى سالف لك سوالف وانت من عند استمع عشان سامع وين راع الغيرة وين وين الغيرة تبدأ صارت الخوة مواسم ساعة ريدة وساعة بيع بربع هيك حال الخوة صار لا تجيني لو ما عندك دفع النسنا ايام المواقف ما اجي لك الا جيبك مرتفع النوم شوف انت الهضيمة ابو حيدر الخير بير اندفع ادى من حالك يوسف لا اخوان تمر عليه ولا ربع جان خيرنا مزار وناسنا الزوره شلع هسه شو صار اختلاف وما ندور علي شع انت خير رد ورانا احنا صاحبنا الطمع حش سامع ناس عبت كل بختها ودورت مال وشبه يا بناي الجرح فوق الجرح بنيان يا بناي غشيم وشامس على الملح يا بناي انتبه واحذر ترى يغدروك يا بناي انتبهت شمال فولك تشج بيه يا لاهي يا لاهي البي يكون يزول يا رات انازع واحس روح بيوم اصبحت نزليه حطت بين يا رات من هيسه دموع تشيب بي وحقي طفى كل القوم وظل ساطع يشع نوره الدار تصرح بيها جوا تقول الدار معموره وحق الطفة كل القوم وظل ساطع يشع نوره الدار اتصح بيها جواد قول الدار معمورة لجن مو كديار الناس تحكي الطيب يا عم من البال ما خلت زورة لجن مو كديار الناس تحكي الطيب